الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم، غادي نحاول نتكلم على الناس اللي كيبغيو سوا يدوزوا لونتروتيان، أو لا بالنسبة للناس اللي كي يعني الجامعات اللي كيطلبوا لهم يعني أنهم يصايبوا فيديو باش يصيفطوه للجامعات، يعني باش يشوفوا أول حاجة علاش كيديروا هذا الفيديو هذا، باش يشوفوا أول حاجة يعني اللغة الإنجليزية ديالك كيفاش، يعني كيفاش دايرة، يعني وباش يتأكدوا واش فهمتي، واش فريمون أنك يعني كتستحق أنك تلتحق بديك الجامعة أو لا ما كتستحقش. وبالنسبة كيف ما قلت لكم، بالنسبة للتفاصيل كلها يعني كيفاش توجد هذا الفيديو هذا، غادي نشوفوها في هذا التصور هذا باش نشرح لكم كل خطوة بخطوة. بالنسبة حاجة أخرى، إلا بغيتوا في الفيديو اللي مورا هذا نهضروا على لونتروتيان، كيفاش أنك تدوز لونتروتيان ديال المدارس ديال الشينوا ديال الجامعات، حتى هو إن شاء الله ندير عليه فيديو مورا هذا. يعني بقاو معايا بالنسبة للفيديو ديال اليوم، كيفاش أنك تصايب فيديو اللي ما كيتجاوز يعني 3 دقائق باش تصيفطوا للجامعة. بالنسبه اخويا، اول خطوه حاول فهمتي تشوف اللباس ديالك يكون شي لباس اللي هو كيبينك على انك طالب ويبينك مزيان، يعني شي حاجه اللي كتبينك يعني كتبان بهيئه طالب ومزيان. الحاجه الثانيه، تكون لاطاي ديال الفيديو يعني كتساوي 20 ميجا ولا اقل من 20 ميجا، راه مزيان. الحاجه الثالثه، يكون يعني الصوت، يعني ملي غادي تكون كتهضر في داك الفيديو خص يكون الصوت مسموع وكلير، ما كاينش حداك الصداع ولا الهراج ديال شي حاجه اخرى. الحاجه الرابعه، اللي ديما اللي دير في بالك بانه الفيديو خصها تكون فيها 3 دقائق، كل ما درتيها في 3 دقائق كل ما مزيان. دابا ندوزو شنو غادي تقول في هذا الفيديو هذا. بالنسبه لهذا الفيديو هذا، غادي تهضر فهمتي، غاتبريزونتي راسك، السميه ديالك، لاج ديالك، اش من دوله نتايا، اشنا هما يعني الهوايات ديالك، اشنو قريتي قبل، اشنو كان التخصص ديالك في الباك، ولا يعني الا كنتي بغيتي تدفع الماستر اشنو كنتي كدير في لا ليسونس، يعني داكشي كامل اللي كنتي كديرو يعني من قبل غادي تهضر عليه. هذا هو اللي تهضر عليه دابا. النقطه الثانيه اللي خصك تهضر عليها هي علاش اختاريتي ديك لا سبيسياليتي وماشي هادي ماشي هادي، علاش؟ حيت هذيك لا سبيسياليتي اللي غترتاح فيها، هي اللي غتعطي فيها، هي اللي غتقرا فيها مزيان، هي اللي فهمتي غتعاونك باش دير المستقبل ديالك، باش دير البيزنس ديالك، باش تخدم في واحد الكومباني اللي هي عاليه، حيت كتعرف واحد لي كومباني شنو هما لي كومباني اللي كاينين في الشينوا ولا في الدول الاخرى اللي بغيتي تمشي ليها. يعني هاد لابارتي هادي خصك تعمرها، تشارجيها مزيان، تهضر فيها مزيان، وتهضر على الديتاي كامل، علاش انت اختاريتي بالضبط هذاك التخصص، وتحاول تقنع شي واحد بهذيك لا سبيسياليتي واخا يكون هو ما باغيش يديرها، كيفاش تقنعه. دابا ندوزو للنقطه الثالثه. النقطه الثالثه، غادي تهضر على شنو هذاك البروغرام ديالك ولا ستادي بلان ديالك. اصلا كاينين جامعات اللي كيكتبوا يعني كيطلبوا لك انك تكتب ستادي بلان ديالك، هذاك ستادي بلان تقدر تهضر عليه كيف ما هو، او لا غادي دير واحد الغيزيمي صغير، يعني غتمشي تقرا في ديك الدوله، ولا غادي ترجع من بعد ما تسالي الدراسه ديالك، او لا كتفكر انك تستقر في الصين، او لا يعني كتفكر انك ملي ترجع تمشي تخدم في هاد لا كومباني هادي، ولا تمشي لواحد الدوله واحده اخرى، او لا دير واحد البروجي ديالك، او لا دير البيزنس ديالك، او لا فهمتي دير يعني هاد الحوايج كاملين خصك تهضر عليهم. والنقطه اللي كتجي موراها، النقطه الرابعه، هي علاش اختاريتي الشينوا وماشي شي دوله واحده اخرى، بار اكزومبل امريكان، او لا فرنسا، او لا يعني الموزمبيق، او لا تبقى في بلادك ولا شنو. خصك تهضر علاش اختاريتي بالضبط الصين. اختاريتي سيدي الصين علاش؟ حيت عزيز عليا الثقافه ديال الصين، عزيز عليا التاريخ ديال الصين، عزيز عليا الافلام ديال الصين، عزيز عليا جاكي شان، عزيز عليا فهمتي. المهم تبقى خصك تهضر في هذه النقطه هذه، خصك تبين بانك عندك واحد الحب لهذه الدوله هذه، وهذه الدوله هذه اللي زينيفرسيتي ديالها مكلاسين مزيان، يعني كاين يعني المستويات فهمتي ديال الدراسه فهمتي مختلف على البلد ديالنا، يعني الناس اللي قراو فيها من قبل عندك صحابك قراو، واخا ما قراوش فيها صحابك من قبل، قول شي حاجه اللي فهمتي، اللي غادي قول شي حاجه اللي من غادي يسمعك هذاك اللي غادي تفرج في الفيديو ديالك غادي يبان لي بانك راه انت باغي يعني عن حب باغي تجي لهاد الدوله هادي، وباغي تقرا هنايا، وموتيفي باش تقرا، وموتيفي باش توصل لواحد الحلم ديالك ولا تحقق واحد الحلم ديالك. بالنسبه للبارتي الاخرى، راه كيف ما كاتبين لك يعني شي حاجه فهمتي اللي انت فهمتي عندك فهمتي في الدماغ ديالك اللي مع انت واحد اخر، يعني هادشي انا اصلا اللي كنقول لك انايا، راه تقدر انت ديرو بالطريقه ديالك بالستيل ديالك، انا غير كنعطيك واحد يعني بحال قلتي واحد الطريقه او لا واحد الاسلوب، يعني لشي واحد اللي ما عارف حتى حاجه، يعني غير كاينين بزاف ديال الطرق كاينين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر انت تستخدمهم بالطريقه ديالك، او لا ما تجاوبش على هذه الاسئله ولا بحال هكا فهمتي بهذا الاسلوب هذا، تجاوب عليه بطريقه مختلفه. يعني خصك تبدع، خصك تكون مبدع في الطريقه ديال الهضره ديالك، تكون الهضره ديالك يعني مزيانه واضحه، ولونجلي ديالك حتى هي تكون باينه مزيان، وما تبينش بانك راك خايف، ما تبينش انك يعني فيك لوتراك ولا مستريسي ولا شي حاجه. حاول تكون في شي بلاصه اللي تكون فيها بوحدك وما يكونش فيها صداع، وتكون فهمتي مكونسونتري، وتا لا سميتو تقدر كاع فهمتي تحط قدامك بيسي، رد البال الا كنتي لابس نظاظر باش ما يبانش الشعاع فهمتي ديال النظاظر، ما يبانش فيهم انك كتقرا في بيسي. حاول ما تبينش بانك راك كتقرا، حاول توجد واحد السكريبت وتبقى تقرا فيه يعني، وتحفظه كاع انت يكون احسن. يعني اخويا واختي، بالنسبه لتصايب الفيديو راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه حاجه اللي سهله،
كان عندكم شي مشكل في الفيديو يعني بالنسبة للاطاي، كيفاش انك تصغر من اللاطاي ديالو، كيفاش انك يعني فهمتي توصل ديك 3 دقائق، يعني شي مشاكل ولا شي حاجة، ولا بغيتي يعني كان عندك شي حاجة اللي فريمون تستاهل انني فهمتي نجاوب عليها، خلي لي فهمتي في التعليقات، راه ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله غير في التعليقات. تحية لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ان شاء الله بالنسبة للفيديو الجاي غادي نهضروا ان شاء الله على كيفاش انك يعني فاش بغيت دوز دونتروتيان كيفاش توجد ليها واشنو توجد ليها.